نطالب جميع الفصائل المقاتلة في سوريا وفي مناطق ضلوع الفرات وجميع المناطق في سوريا بفتح الجبهات مع النظام الغاشم لتخفيف الضغط على إخواننا في درعا. نطالب الفصائل الجيش الحر في سوريا جميعاً بفتح الجبهات لتخفيف الضغط عن أخوتنا في درعا، ولن تكون درعا هي المحطة الأخيرة لبشار وأتباعه إلا أن نوقف هذه الحملة على درعا. نناشد جميع جيش الحر في سوريا، نناشدهم ونحملهم المسؤولية أمام الله، نحملهم المسؤولية للقادة والمجاهدين أمام الله. هبوا هبة رجل واحد، انصروا درعا، انصروا حوران، هبوا هبوا هبوا، لا تسكتوا. نحن تهجرنا من بلادنا من الغوطة الشرقية، جاي الدور واحد واحد، هبوا رجل واحد، لا تنقصوا ولا توقفوا، والقائد اللي بيقولكم بدنا نوقف لا تردوا عليه، هبوا وانقذوا درعا. قادات الفصائل بكل سوريا، هبوا إلى أهل درعا، وإن سقطت لا سمح الله درعا، وإن شاء الله ما بتسقط، نرجو من الله عز وجل إنه ما تسقط. إن سقطت درعا سقطت سوريا بإيد هذا النظام الفاجر الكافر. نحن نطالب رؤساء الفصائل وقادات الفصائل، ونطالب أهالينا بدرعا، القائد اللي بيخون الثورة فورا اقتلوه. ما بدنا نحن خاينين معنا، بدنا نحن رجال صادقين مثل ما الله قال، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نطالب من اخواتنا في الجيش السوري الحر باستباق معركه في الشمال السوري لنصرة اهلنا في درعا.